الحياة فرح وحزن، وكلنا نحب الفرح، كلنا نحب نستانس، نتمنى دايما ان احنا نستانس ونفرح، بس الفرح النظيف، الفرح النقي. اليوم حلقتنا عن الزواج، تعالوا معنا. عيالنا اليوم حلقتنا عن الزواج. ممكن ناس كبار تسألون يعني تقدم حلقة حق الأطفال عن الزواج، إيه نقدم برنامج، لأن هذه أشياء عادات وتقاليد وأشياء، وفي نفس الوقت هذه سنة الحياة الموجودة، وكلكم تروحون الزواج، وحتى الأولاد يروحون بعد حق الأفراح وحق العرضة والتقطيع، البنات بعد يروحون نفس الشيء لما في معاريس يستانسون فيه. شلون يتم الزواج؟ يتم الزواج أنه واحد شاف واحدة أو عرف عن واحدة، يطرشون ساعات الخطابة، الخطابة اللي تعرف يعني الناس أكثر شيء، فتروح الخطابة تقول حق بيت العروس ترى في واحد فلان 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 يبي يخطب بنتكم، شو رأيكم؟ الأم تقول ما عليه بس خلي نسأل عنه، يعني الأم والأبو، أبو البنت وأم البنت يروحون يسألون عن الولد هل هو زين ولا مو زين. إذا زين قال هي الحمد لله زين، خلاص احنا وافقنا. لما تقول احنا وافقنا خلاص عاد يجتمعون النسوان بعضهم بعض العائلتين ويقررون كم المهر. شنو المهر؟ يعني لازم الزواج يدفعون فلوس حق المرأة يسمونه مهر، وهذه يعني شيء عندنا احنا في الإسلام، العقد وكل شيء، وعقب يتفقون على المهر. طبعا الرجال بعد يتزورون بعضهم بعض، وأهل المعرس وأهل العروس يقعدون بعد مع بعض لأن بيصيرون أنساب. وأحيانا تشوف المرأة والله الأبو يعني يحتج على ولده والله على مرته، يقول لها حالة الثوب رقعته منه وفيه. شلون يعني الثوب رقعته منه وفيه؟ يعني مثلا يقول لها أخذي بنت أخوي، أو هي تقول له أخذ بنت أختي مثلا، ثوب رقعته منه فيه يعني من الأهل. ساعة يتفقون وساعة ما يتفقون، ساعة الزواج هذه يستمر وساعة ما يستمر. تعالوا عيالي نشوف شوية فرحة واستعدادات مال الزواج. في مقولة تقول اخطب حق بنتك قبل لا تخطب حق ولدك. احد يخطب حق بنته يعني تروح تدور ريل حق بنتك؟ شلون يعني؟ في قصة وموجودة حتى في القرآن الكريم، سيدنا موسى عليه السلام لما يعني قالوا له ان ترى في ناس بيقتلونك لان انت قتلت واحد من القرية، فاحسن لك تطلع من القرية عشان لا يذبحونك. فخرج سيدنا موسى، خرج يمشي وراح إلى قرية ثانية. قبل لا يدش القرية الثانية شاف بير ماي، قام ويلس يستريح تحت شجرة، وشاف أن الناس يتزاحمون على السقي من بير الماي، وشاف مرتين يعني حربتين مو بقادرين يزحمون الرياييل عشان يسقون لهم، فكسروا خاطره، فراح وخذ مواعينهم أو جربتهم وترس لهم الماي وراحوا. استانسوا لأن ساعدهم، لأن إذا بيقعدون ينطرون الماء وريايل وايد يسقون يرعون ويسقون أركابهم بيطولون. المهم راحوا البنتين حق أبوهم قالوا يبون والله في ريال وايد زين سقالنا الماء، هذا بيك تكرمه مثلا. فقال زين روحي ناديه عشان أجازيه على اللي فعله. فيات البنت اللي تقول حق سيدنا موسى أبوي يبي يعني يعطيك أجرك على ما فعلت لنا. قال يلا الحمد لله تفضله، وقامت قام هو ومشي قدامها وهي قامت تمشي وراها،
مشوا هي هو يأشر له، وكل من هي شافت بيروح يمين والله يسار، قطت حصى مثلا على يسار يعني يروح يسار، أو قطت حصى على اليمين يروح يمين وهي من وراه تمشي. المهم وصل وقص على أبو البنات، قص عليهم قصته، قال خلاص أنت حين وصلت خير إن شاء الله ما حد بيأذيك الحين ولا شيء. فقال له أنت حين بتقعد معانا ونبيك تشتغل معانا بعد في الزراعة وفي الرعي معانا، بس عاد ما دام قعدتك معانا نبيك تاخذ واحدة من بناتي زوج لك، ومهرها شنو؟ انك يعني 8 سنوات تشتغل معانا بدون مقابل، إذا زدت بعد 2 صار 10 سنوات بعد جزاك الله خير. قبل سيدنا موسى. فالبنت تقول له استأجره يا أبتي إنه القوي الأمين. شلون عرفت ان هذا الرجل سيدنا موسى قوي وامين؟ قوي لان شافته هو يزاحم عشان يسقي لهم الماء، امين لانه مشى قدام المراه قدام البنت، يعني لو هو نيته مو زينه كان بيمشي ورا البنت يعني، وهذا شيء مو زينه قدامها تمشي وغيره مهما كان هذا الرجل، فعرفت انه هو امين. المهم فاذا الاب هني خطب حق بنته، وهذه اللي قلت لكم عنها. عيالي تعالوا شوف اللعبة الشعبية وعقب نرجع نكمل. عيالنا اللهم اجعل ان شاء الله ايامنا كلها فرح واناسه. نرجع حق موضوعنا عن الزواج. احنا اتفقوا على المهر. هذا المهر يختلف، يعني الناس يبون 100 دينار 100 دينار، بس اول ياخذون اقل على يعني 10 دينار على 100 دينار عقوب على هالشكل شوي شوي بالربيه كانوا اول. وساعات يزوجونها بدون لا ياخذون على الريال مهر، يقول لك احنا ندور الريال عدل اللي بيحافظ على بنيتنا. المهم الحين اتفقوا على كل شيء، راحوا عند الملاج اللي هو القاضي عشان يملج. لازم في عقد زواج، وهذا العقد الزواج يعني لازم شرط واسلامي، ما يصح ان احنا نعلن الزواج بدون نسوي عقد رسمي، والعقد يكون فيه قاضي يشهد على الزواج واثنين شهود يشهدون ان فعلا هذه بتزوج هذه وهذه بتزوج هذه، ويوقعون ويكتبون ورقة يسمونه عقد الزواج. كتبنا عقد الزواج استانسوا فرحانين. بعد أنا الحين البنية يبرزونها صندوق ويحطون فيه الدزة ثياب الزينة والذهب والأشياء، يعني كلن على قد يعني ويبرزونه. بيت العروس بعد هني يستعدون يسوون الفرشة. شنو الفرشة؟ الفرشة شفتوا الحجرة احنا قاعدين فيها، هذه كلها بتكون مناظر، كلها مناظر دار مدارها. شو السر ما ادري، انا والله شخصيا ما اعرف ليش يحطون مناظر، كلها مناظر وتلمع، ويجوا الناس خاصين يحطون المناظر ويحطون الدواشق ويحطون المساند ويحطون الزين والشيء الحلو ويحطون فوق منه السقف يطمونه بعد غير شيء غير، يعني انتم يمكن ما لحقتوا تشوفون الفرشه مالت الاول. تعالوا نشوف الفرشه مالت الاول. Yeah.
الحين نبي نعرف أم العروس إيش تبي تسوي، أم العروس تستعد وهي وبناته وغيره، ويقولون الحين إحنا بنسوي ليش مثلا جلوة، ويلبسون ويزينون ويعزمون ناس الفريج والكل فرحان وغيره، ويقعدون ويسمعون الجلوة. شو هي الجلوة؟ تعالوا ويشوفها. مليحة في معانيها تجلت وانجلت حقا، سألت الله يهنيها، تجلى خاطري فيها، الله أمينة في أمانيها، الله مليحة في في مثل يقول يعرسون اثنين وينون ميتين، يعني اثنين اللي بيعرسون لكن الكل مستنفر، الكل يفصل ويعدل وغيره ويحسب حساب حق العرس، سواء الريايين والله النسوان، بس النسوان طبعا أكثر عاد يروحون اللي يفصلون لهم وغيره، بس أول لأن حتى تفصيلهم يعني مو ذاك الزود، لكن كانوا يلبسون وتعدلون وتخلنون وتعطرون ويتذكرتون تمام حق العرس. المعاريس لهم طقاتهم بعد، لكن المعرس لما يروح حين حق بيت الزوجة هني يسمونها الدزة، يعني أبو المعرس يلبس بشيت ها، وإخوانه عمامه بعد يلبسون بشوت هالشكل ويقفون وياه، وكانوا يشلون معهم تريكات، خاصة إذا يشوف الليل تريك هذي مثل الفنار بس يولع أكثر مني ومني، والدزة يطقون ورا تشنج 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 الله تراك. وهاي الكلمات الحلوة طبعا هاي ما تقنية، بس في كلمات حلوة كانوا يقولونها على المعرس وما يدزونه من بيتهم إلى بيت الزوجة. خلينا نشوف الدزة. في ذيك الليلة ليلة العرس الكل مستانس، خاصة أهل المعرس وأهل العروس والفريج كلهم متعاونين كلهم مستانسين لأناسة ديارهم، لذلك حنقول دائما التكافل والأناسة تعم الجميع، نفرح لفرح جارنا لفرح أهالينا لفرح أي ناس يفرحون نفرح معاهم، ونحزن إذا حزنوا ونوقف بعد معاهم، هذه التكافل الاجتماعي. ما ننسى بعد الطقطقة في بيت العروس وبعد بيت المعرس بعد أنهم طقطقة بعد، وخاصة الأولين يعني حق العرس يستعملون العرضة، عرضة سواء هي يسمونها رقصة الحرب لكن فرحة، والكل في العرضة يستانس، أبو المعرس والمعرس يأخذون السيوف بعد ويعرضون معاهم ومستانسين. Oh.
هذه الليلة خلصت على خير. يوم ثاني طبعا لجرة يعني مع زبيل الريايل، وأحيانا في نفس الليلة يعني إحنا عندنا في نفس الليلة يجيبون العيش واللحم وغيره. أول الظهر على الغداء يبون العيش واللحم وغيره والذباح والطباخ وعناسة والصيانة والناس تاكل ويدون حق الفريج وكلهم فرحانين بهالعرس، سواء حق بيت العروس أو بيت المعرس. في ناس فقارة ترى ما يقدرون يسوون مثلا عيش ولحم وغيره، فايش يسوون؟ حلوى، يبون لقن حلوى، مو لقن، أكثر من لقن حلوى وخبز، ويجون الناس الضحى الساعة تقريبا 10 ويأكلون حلوى حلوة وخبز حلوة وخبز وخلاص، هذه هو الأجر اللي عندهم على قد حالهم. هذه كانت حياتهم وهذه كانت أفراحهم، وخاصة في أيام العرس، ويتم العرس 8 يوم كله أناسة وفرحة وطقطقة، ساعة يومين ساعة ثلاثة، ويتمون هالفرج بستانسين ويتحجون على العرس مدة طويلة. هذه حلقتنا اليوم عن العرس. عيالي الحلوين، هذه آخر فقرة عندنا في برنامجنا، أتمنى أن تكونوا استنستوا مع هالفقرة واستفاديتوا منها. للقاء معاكم باكر إن شاء الله، وفي أمان الله.